باقي فقرات صباحنا غير، وهلا وين وصلنا رشا؟ وصلنا أكيد لمساحتنا الاجتماعي. اليوم رح نحكي عن الحوار عند الأطفال. كتير من الأهالي بيتركوا مساحة حوار مع أطفالهم وبيحبوا أنه يكون في تشاركية بينهم وبين طفلهم، وفي كمان قسم كبير من الأهالي بيقولوا لا، هذا عالم الطفولة، للطفل لازم يعيش حياته بشكل خاص، ما في داعي يتعدى حدوده ويروح لمشاكل الأهل ومشاكل الجيران ويتعلم قصص هو بغنى عنها بمرحلة العمرية اللي نحن اليوم مفروض نعرف ايمت نحن قادرين ندخل مع طفلنا بالحوار ونعرف شو أهم رغباته وأهم الميول. لنعرف أكثر عن الحوار مع الأطفال وهل هو حقيقة صحيحة أو لا، حيكون معنا ضيفتنا لليوم نغم طربي، وهي إخصائية طفولة. صباح الخير نغم، كيفك؟ كنا عم نحكي قبل الهواء، يعني أنت مع الحوار على طول مع الطفل؟ طبعا أكيد. ما عجبك رأيي في بعض الزوايا يعني. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. عم نحكي اليوم عن موضوع كثير مهم، هو الحوار مع الطفل. يعني ما حدا ممكن يشك انه كثير بنسمع حاوري طفلك يحكي مع طفلك، سواء اخصائيين ولا يعني امهات عاديين او معلمات او اي حدا بيقول حاوروا الطفل، ولكن خلينا نحكي اليوم عن طريقه هذا الحوار. كيف ممكن نحن نحاور طفلنا؟ اكيد لما نحاور حدا بعمر اكبر غير لما يكون هو بمراحل عمريه صغيره. اكيد. هلا احنا لما بدنا نحاور الطفل بدنا نبدا معه من هو وصغير، بيبدا الطفل يكتسب مهارات. قديش صغير يعني، من اي عمر؟ هو جنين بمرحلة الحمل، بعمر الأربع شهور بالحمل لازم نبلش. بس خلينا نحكي أنه هون الطفل بيبدأ يكتسب مهارات الكلام، الحديث، التفكير، استقلالية، حتى ممكن الاتكالية على الأهل. كل هاي الأمور بتلعب دور بتكوين شخصيته وغيرها كتير. فنحن اللي لازم نعمله هو نتبع أساليب تربية حديثة. ما بدنا نحكي بس تربية حديثة يعني نحكي مثاليات، ضروري يعني التربية الحديثة بيندرج تحتها كتير من المسميات. الطفل لما بدي أبدأ معه بتربية حديثة بدي أحكي بالدرجة الأولى الحوار. يعني لما ببدأ معه من هو وصغير بتحاور معه، الحوار هو بيساعدنا أو هو بيتميز بالانفتاح والتجديد الدائم، بيساعد الطفل أنه يدخل للعالم الخارجي لحتى يقدر يتعامل معه، وبيسقل كتير من المهارات عنده، مهارات الحياة عنده، وهو مفتاح عظيم من المفاتيح اللي بتكون وبتقوي شخصية الطفل وبتخلي عنده ثقة بالنفس. يعني نحن بنرجع لموضوع انه ما فينا نحكي هاي المثاليات، لكن نحاول قدر الامكان نطبق شوي من الحوار، لانه نحن رح نرتاح. الحوار له فوائد كثيرة. اول شيء طلاقة باللسان، يعني لما انا بحاور ابني وبلش معه باحاديث بكثير من الامور، فهون نحن بنلاحظ صار في عنده مخزون من الكلام، يعني بدي احاكيه بلغه واضحه. اللي بنلاحظه نحن انه لما بحكي الطفل بحكي بلغه الطفوله، هذا الموضوع غلط، ما عليه، بحكي بلغه واضحه ومفهومه. طفل عم يلتقط وبيخزن وبعدين بيرجع بيعيد الكلام اللي هو سمعه اساسا. ممكن بيقدر يعبر عن مشاعره، يعني الطفل لما نحن بنعلمه على الحوار بيعبر عن مشاعره بطريقه صحيحه. يعني كيف بده يحاور؟ هو اذا ما عنده مخزون من الكلمات ما بيقدر يحاور. نحن ايمت بنبلش معه؟ بعمر اربع شهور بفتره الحمل، وهي بنلاحظها بالامهات الجداد انه هن بيحكوا مع الجنين بعدين بنلاحظها بالمولود الاول. بيكون في اهتمام كثير لهذا المولود الاول. لازم نحن نخلي اهتمامنا، لا يعني اذا ما بدنا نتحمل مسؤوليه طفلين مثلا، لا لحتى نجيبهم، لانه مو ذنب الطفل اساسا. هذه قضيه لحالها اليوم. تماما، هذا يعني موضوع اخر بنحكي فيه بعدين. بس هذا الشيء لازم، يعني لازم يكون في توازن بالتعامل مع الاطفال، نوزع حتى المحبه نوزعها بين الطفلين، هذا الموضوع بيساعدنا. مهاره الانصات والاستماع للطفل كمان كثير مهم، يعني انا اذا ما سمعت الطفل هو عم بيعبر عن مشاعره ما راح اقدر اخذ منه، اعرف شخصيته، ادخل لجوا لافكاره، يعني انا بكلمه ممكن او بحديث بحوار صحيح بعرف الطفل شلون عم بفكر، هل هو مثلا طفل سليم ممكن يكون عنيف
ممكن يكون مشاغب، انه طبعا هي الامور كلها عاديه كلها بتنحل بعدين، بس بدها طوله بال، يعني بدك تكوني حكيمه لحتى تقدري توصلي للنتائج اللي بدك اياها. طيب نغم، خلينا نعمل اسقاطات على الواقع. دائما نحكي، احنا بنطلع وبنحكي انه لازم نتحاور ولازم ما نضرب ولازم الى اخره. خلينا اليوم، انا طفلي اليوم بمرحله 3 سنوات، انا اليوم شو قادره اقعد احكي معه؟ يعني اعطينا امثله اليوم، خلي كل حدا اليوم عم يشوفنا والامهات اللي عم تشوفنا تاخذ هيك فائده اليوم من وجودك معنا. عم تحكي خلينا نحكي بعمر طفل 3 سنوات مثلا، يعني بعمر 3 سنوات هون بيكون كمل شوي الجهاز النطق تماماً عنده. تماما بصير بيقدر يعبر عن كل الامور اللي هو بحبها، بيعبر عن مشاعره. بدوري باول شيء بدي اعطي كم مثال، يعني انا في اخطاء نحن عم نعملها وبنرجع ما بدنا نحكي مثاليات، نحكي الواقع. انا اليوم نزلت ابني على الشارع بدي اخذه مشوار، اللي بنشوفه انه طبعا الاهالي، يعني كثير من الاهالي ما عم بيكون عنده طوله بال، بمسك ابني يلا تعال عندي، تعال مثلا بدي مشيك على رصيف مشان ما تتفشك السياره. هذا غلط، هذا مثال. انا بدل ما اقول له بدل ما تتفشك السياره بيجي باخذه ماما خلينا نمشي على الرصيف، لانه نحن المكان اللي لازم نمشي فيه هو الرصيف. بيجي مثلا بده يشرب مي، وعادة كل الأطفال بتشرب مي وبتكب الباقي على الأرض. طيب أول مرة عصبت، ثاني مرة عصبت، وابني ما عم يفهم. ليه ما أنا بيجي بوجهه، يعني بعطيه رسالة إيجابية، خلي مامي مثلا شرب الميات واللي بيضلوا مثلا حطهم على جنب، أو أنا ليه لعذب حالي بعبيله شوي شيء يشربهم، أنا بوفر على حالي عصبية، وحتى بالمقابل الطفل بيكون مرتاح بهذا الموضوع، إنه نحن بنشرب مي، شراب المي، وإذا جاء على بالك تلعب بنرجع بنفوت بنتحمم مثلا، بنلعب بالبانيو، بنلعب بالمي، يعني كثير من الأمور، بس أهم شيء أنا أحكي وجه له رسالة إيجابية، يعني صدقا أنا عم بحكيكم عن تجربة وخبرة طويلة مع الأطفال، يعني أنا بكل موسم عم يجي عدد كبير لعندي من الأطفال، أبدا الصراخ ما عم بجيب نتيجة، أبداً العصبية ما عم بتجيب نتيجة معهم. حوار. ضمة مع حوار فعال سليم صحيح منجيب نتيجة أفضل من الأصوات العالية. هذا اللي بدي احكي، انه لما الطفل ما يعني ما بتجيب معه نتيجه الحوار، او مره او اثنين ثلاثه، معناته التنفيذ للحوار كان غلط. لخبرك شيء، هلا نحن اذا الطفل ما تجاوب معنا ما بيكون لا الغلط من الحوار اللي نحن عملناه ولا الغلط من الطفل، هو الطفل لسه ما اشبع الفضول عنده، طفل مثل ما بنعرف عم يكتشف، بده جوله يمكن ثانيه وثالثه من الحوار، ممكن 10 يعني، بس بتخف مع الايام بتخف. حتى بنلاحظ، يعني انا في عندي اولاد اجت لعندي بالسنتين، صار عمرها 5 سنوات، إذا أنا بدي قارن من السنتين للخمس سنوات عم لاحظ تغير مليون درجة الطفل معي، لكن بدي تابع بالبيت، لأنه أنا هون بالروضة لحالي ما بكفي، لازم نفس الأسلوب الأم تتبعه. أكيد ما بننكر انشغال الأهل، انشغال الأم والأب، الضغوطات اللي عم نعانيها والمشاكل، كل هاي الأمور أكيد ما بننكرها. خلينا نحاول، يعني خلينا مع بعض نكون إيد واحدة، نحاول نطلع الولد من هاي الضغوطات، لأنه هو بالنهاية مو ذنبه. طيب دائما الحوار عم بيكون عم يجيب نتيجة إيجابية، إنك أنت تقدري توصلي رسالتك لطفلك ويقول لك أوكي مامي أنا اليوم موافق على هذا الحديث. اليوم نحن عم نعاني من جيل جدا عنيد، يعني اليوم نحن ما بدنا نقعد مثل ما قلنا نجمل القصص، يعني السوشيال ميديا والتكنولوجيا، يعني الطفل بعمر 3 سنين بتلاقي قاعد على اللاب عم يشتغل عليه نظامي، يعني انت احيانا بتشوفي كيف تستغربي انه من وين جايب هاي المهاره التقنيه. فهي العناديه مشكله احياء، ومثل ما قلت اليوم نحن عم نعيش ضمن ضغوطات، يعني في مسؤوليه كثير كبيره، فما بقى في هاي المساحه الخلق عند الاهالي انه انا مره وتنتين وثلاثه واربعه وانت على نفس عناديتك. بهدول خلينا نقول بهذا النمط من الاطفال، كيف ممكن نحن نتصرف معهم؟ اول شيء معلش، حتى لو نحن مشغولين وحتى لو عنا امور كثير زعجتنا، خلينا نخصص وقت قبل النوم، كل يوم 5 دقائق صدقا كافيه لحتى تعدل سلوك طفل. يعني انا طفل عنيد، اذا بدي اعصب عليه بدي تزيد عناديته، اذا طفل بده هذا الشيء مثلا وانا ما اعطيته اياه بده يضله، لانه كل شيء ممنوع مرغوب. بدي احاول انه انا بنرجع لموضوع الحوار، ما عليه بتحاور معه هالخمس دقائق، حتى هو علميا انا لما بدي وجه الطفل لسلوك صحيح ما لازم اخذ اكثر من 5 ل6 ثواني
هي كافية. يعني أنا مو بجي بحكي له قصة طويلة بضلني نص ساعة نصائح وتوجيهات وهي الأمور، لا، الطفل ما رح يسمع، لا رح يفهم علي. أساساً نحن بالعمر الصغير ما فينا ندخل بمفاهيم مجردة. الطفل دائماً من عمر من الولادة للخمس ست سنوات بده شيء ملموس محسوس. يعني أنا بيجي ما في يقول له مثلاً يفرق بين الحلال والحرام، لأنه طبيعة الحوار للطفل الصغير بتختلف عن طبيعة حوار البالغ. ما في يجي يقول له مثلاً إجا الولد إجا ابني من الروضة معه كلام حابب الأقلام تبعوت رفقاته، هي بتصير عند كل الأطفال، بتصير عند كل الأطفال. بياخدها بيجي لعند أمه مثلاً بيخبرها أنه أنا اليوم أخذت هاي، أو بيكذب عليها. النقطة الأولى اللي لازم أنا أعرفها أنه ما توجهي رسالة سلبية لطفلك بأنه أنت سارق أو أنت عم بتكذب علي. هدول الأشياء الاثنين كتير غلط، لأنه بهي المرحلة الطفل لا بيعرف الكذب ولا بيعرف أنه حدود الملكية عند الأطفال. هذا الشيء أنه الأهل طالما عرفوا مراحل نمو الطفل والخصائص اللي بمر فيها كل طفل، هذا الشيء عم بيهون علينا. والعناد هو فترة وبمر فيها الطفل أكثر شيء توصل لذروتها بعمر 4 إلى 5 سنوات. هون بده يثبت وجود الطفل. نغم، خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، كتير منشوفها هي ظاهرة عند الأهل، أنه مثلا الولد بياكل نصيبه، بياكل قتلة، بيبكي بعدين بتجي الأم أو الأب، تعال بابا اقعد، أو ماما لا أحكي لك، أنت بتعرف ليش ضربتك؟ فالحوار بيجي بعد القتلة. يعني احنا تمام أنا آسفة يا ماما، بتبلش الاعتذارات. طب خلينا نحكي، بتصير تبكي بعد ما ينام الطفل، بتبكي جنبه على التخت أنه هي عملت شيء كثير. تمام، وبدنا نحاول يفتحوا حوار بعد ما يعني الطفل يعني أكل نصيبه مثل ما بيقولوا. طب خلينا نحكي أيمت البداية، يعني كيف بنبدأ نحن الحوار، أو شو هو التوقيت الصح لنبلش حوار مع هذا الطفل، سواء إذا كان هو عنيد أو معصب أو بحالة مثلا أهيجان؟ أكيد ما بحاول الطفل وهو معصب ولا أنا معصبة. يعني مربي عصبي مع طفل عصبي ما بيمشي حالهم، بده يكون حدا من الطرفين. يعني أنا مثلا الطفل عندي مر بنوبة غضب، أنا بدي يكون رايقة. يعني نحن بدنا نحاول، يعني منروح منلف ومندور ومنرجع لموضوع أنه الأم تكون عن جد حكيمة بكل تصرفاتها. يعني أنا لما بعمل جهدي بأول 5 6 سنوات بتربيته بتوجيهه بطريقة صح، أكيد بعدين فيما بعد كل الأمور رح تكون محلولة بالنسبة لإلي. حتى الطفل يعني صح ما نتوجه للضرب، يعني أنا لما بدي أجي طفل أذنب ما علي حاول أتجاهله. بالتجاهل ممكن أنا بخفف على الطفل وبخفف علي، هيك ممكن هي الفترة اللي بتمر بتساعدنا أنه نحن نكون شوية رواق عنا، والطفل يعرف غلطه، نوجهه نعلمه أنه هذا الشيء صح وهذا الشيء غلط. يعني أنت مع الثواب والعقاب ولكن بطريقة تانية. تماما يعني إحنا اليوم قادرين مثلا من خلال انه نحرمه من قصه بحبه، او عقاب انه انت ما تطلع مثلا من غرفتك او ما كذا. كلمه انا زعلان منك بتكفي صدقا. يعني انا بستخدمها مع اولادي، انا بس بحكي انه انا زعلت منك، ما بتتخيلوا انه هو بصير عندهم كانه هن انضربوا او صار معهم شيء او هيك لهي الدرجه. فالحوار الدائم بيوصلنا لنتيجه افضل من عقابه او ضربه. إن شاء الله رح نجرب لازم نجرب ونستمر على هذا الشيء. هي بدها صبر القصة، وبدها شوي اليوم صبر. الأم والأب يكونوا حكيمين وكل واحد ياخذ دوره، وما في داعي لهذا اللي بيشد والثاني اللي بيرخي. هون المشكلة عم بتصير، يعني طبعا. أنا بسمح، الطرف الثاني ما عم يسمح، او بالعكس هون الولد كمان عم يقع. تماما، بصير بيتجه للام مثلا اللي عم تتسامح معه، يلي عم تتعاطف، وبصير ببعد عن الاب ببعد عن الاب. فهي الامور بدها تفاهم بين الام والاب. شكرا نغم اليوم لحضورك معنا، بدي اتمنى لك بقيت نهار حلو لك، ونشوفك باستضافات ثانيه اكيد. شكرا أكيد. نغم اهلا اختصاصيه تربويه نغم طربيه، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم.